موجز الأخبار من موقع صدى البلد، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء بشأن احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى تسبب أعطال في السيارات، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الأنباء ومشددة على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواء التي يتم إنتاجها محليا أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية وخالية من منغنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة. أكد دكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير أن هناك رقابة مشددة على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها خلال شهر رمضان، حيث يتم تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين في هذا الشأن. وأوضح القرش في تصريحات لصدى البلد بأنه يتم الرصد من خلال نقاط رقابة الجودة على المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة في ظل الطلب المستمر على المنتجات خلال شهر رمضان. أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية عن توفير ما يقرب من 600 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ببعض الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في محافظة القليوبية. وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة في القليوبية إنه تم تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبة الراغبين في التقدم من أبناء المحافظة حتى يتم مراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه. قررت محكمة النقد رفض طعن 37 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في أحداث مسجد الفتح وبراءة متهمة. وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد حضورياً على 22 متهم وغيابياً على 21 آخرين، كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم الأحد إن وابلاً من الصواريخ الروسية دمر مطار فينيتسيا بوسط أوكرانيا بشكل كامل. وقالت السلطات الأوكرانية إن خدمات الطوارئ تعمل على إخماد الحرائق في المطار بسبب الهجمات الصاروخية، كما ووجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي نداء للشعب الروسي بألا يبقوا صامتين، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم تدعم بلاده في ظل الحرب التي يشنها بوتين. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.